السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اتكلم فضيلة الدكتور؟ اتفضلي مع حضرتك. لو سمحتي بس ايه، انا حماتي توفت امبارح، الله بقاء يرحمها لله ويحسن إليها. بقاء لله وحده. فبعدين ابتدى هي توفت في المستشفى وكده، وبعدين انا لما رحت ايه دخلت معاهم في الغسل، فلقيت في رقبتها بيخر دم، هي يعني كانت دم دم. مريضة في المستشفى مش كده؟ هي كانت تعبانه، فقالوا بقالها شهر قطع الاكل يعني، تمام. فقالوا ودوها للعنايه المركزه وكده، فودوها يوم واحد العنايه المركزه. فانا لما رحت النهارده يعني، فدخلت معاهم في الغسل يعني، فبصيت لقيت ان ايه في دم كتير بينزل من تحت الايه، هو مصدر مش عارفه، هم كان حاطين لها محاليل او كده، بس هي متوفيه من الساعه 5 امبارح. تمام. ازاي لغايه دلوقتي الدم بقى ايه ينزل وكتير؟ وبقيت اقول للست اللي واقفه، اقول لها يا ستي طب استني يعني نعرفوا حاجه ايه سبب الدم، تكون حيه مش عارفه انا ما بقتش. فبتقول لي ما تخافيش، ده في ناس بتبقى كده يعني وبتاع. فانا مدرسه مواد شرعيه، فانا بصراحه بقيت قاعده واقفه مذهوله يعني من حكايه الايه الدم، عمالين ننشف. وبعد ما خلصتها لها غسل بردك، حطينا كذا فوطه وقطن، ولقينا بردك الدم ايه مش راضي يقف. فانا مش عارفه هي حيه ولا ايه، وانا مش قادره اقول لجوزي بصراحه، واندفنت فمش عارفه. طيب تبعينا يا ام احمد. الوسواس اللي بيجي للبعض من ان الانسان بعد ما بيغسل ان هم عندهم شعور بانه حي والكلام ده وسواس من الشيطان بيحصل للكثيرين، لدرجه ان بعض الشباب بيتصل بينا يقول لك احنا انا عايزين نفتح القبر هروح افتح نتاكد تاني، اصل انا كنت حاسس ان ايده مش عارف اتحركت، اصل بص لنا وضحك، اصل مش عارف عينيه بتتحرك. اصل يا ساده انت بتتكلمي كمان اختي الكريمه انك في مستشفى، يعني مش حتى في البيت، يعني جاز في البيت الناس ممكن ما تبقاش عارفه، جاز نتصل في قريه طب الصحه يقول هي ماتت، طب هنعمل لها الشهاده ما يجيش يشوف، وارد وارد اخطاء زي دي. انت كمان على مستشفى وسيده الله يرحمها ويحسن اليها كانت في الرعايه المركزه، يعني مش هتطلع من الرعايه ولا هتتشال من السرير الا وهم متاكدين تماما 100% طبعا من موتها. فحته بقى الشيطان يجي يقول لنا سكت حيه اصل كانت بتاع ما لهاش لازمه. انا كنت اتمنى اختي كمان تسال في السؤال من الناحيه الشرعيه، من الناحيه موضوع الشرعيه الكفن ايه؟ بقى والدم. ايوه بالضبط كده احسنتي، ان الله ده في دم نازل، طب هل الغسل يبقى فسد؟ طب احنا عملنا العنا وحطينا القطن والشاش والكلام ده كله وحاولنا نوقفه، بس ده بقى احنا بقى ما كفيناه برضه في دم نازل او في اثر دم، هل كده تبقى مش طاهره؟ هل كده الصلاه عليها تبقى مش صحيحه؟ يعني كده السؤال المنطق الشرعي ده السؤال، انما حته ارجوكوا لو سمحتوا ما دام طبيب شاف الحاله وقال ماتت انا جايز بقول لكم اهو، لو في البيت وبتاع واستعجلنا ده مات ممكن تبقى غيبوبه ولا اي حاجه، ده كمان على طبيب شاف خلاص. الطبيب مصلحته ايه ان الطبيب يقول ان هو مات وهو حي؟ مصلحته ايه؟ يعني فما انا شايف الحقيقه الموضوع ده الا انه وسوسه. هي بس قلقت من فكره الدم انه نازل، بتقول من امبارح الساعه 5 المغرب، فازاي لحد دلوقتي الدم لسه موجود؟ كل ده وارد يفسرها الاطباء بثقافتهم وعلمهم وتخصصهم، احنا بالنسبه لنا كشرعيين هنقول بان احنا بقدر الامكان بنحاول نقف هذا النزيف الدموي، لكن اذا ما وقفش او ظهر اثره بعد حتى الغسل لا نعيد الغسل، ومن ثم لا نعيد التكفين، والصلاة عليها صحيحة وتلقى وجه رب كريم ولا إشكالية على الإطلاق. تمام.